أكد السفير الصيني لدى البلاد لي مينغ كانغ الاستعداد لتكثيف التواصل مع المسؤولين الكويتيين لاعتماد اللقاح الصيني، مشيرا إلى أنه تم إدراج لقاحي سينوفارم وسينوفاك على قائمة اللقاحات المستعملة في حالات الطوارئ من قبل منظمة الصحة العالمية، ومستشهدا بقول كبير علماء هذه المنظمة إن بيانات التجارب السريرية للقاح سينوفاك أظهرت أن فعاليته عالية جدا وتبلغ نسبة منع لحدوث الحالات الحرجة 90%. ولفت كانغ في حوار صحفي خاص به السياسة إلى أن أكثر من 100 دولة اعتمدت اللقاح الصيني، كما تلقاه رؤساء 30 دولة علنا حتى الآن، متوقعا تعثر حركة السفر أمام من تلقى هذا اللقاح من المواطنين الصينيين والدول الأخرى عند رغبتهم دخول الكويت في الأول من أغسطس المقبل لعدم اعتمادها اللقاح الصيني. وفيما شدد كانغ على أن الحكومة الصينية تدعم دوما تتبع منشأ فيروس كورونا بشكل علمي، لكنها في الوقت نفسه تعارض تسييس هذا التتبع، حيث أن الولايات المتحدة تحاول منذ البداية تسييس هذا الفيروس ووصم الصين به. وعلى صعيد العلاقات الكويتية الصينية، أكد كانغ أن عراها لا تنفصم مع حرص مشترك لدفع تطوير مجالات التعاون وتعزيز المواءمة بين مبادرة الحزام والطريق ورؤية الكويت 2035 وبناء شراكة استراتيجية لسلسلة صناعية كاملة في مجالات الطاقة وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني. وأشار كانغ إلى العلاقات التاريخية والصداقة الوطيدة بين الصين والدول العربية وتبادل المنفعة والمشاركة في السراء والضراء مهما كانت تقلبات الأوضاع الدولية، مؤكدا أن الصين لا ولن تسعى إلى وجود وكيل لها في منطقة الشرق الأوسط ولن تنتزع مجال النفوذ من أحد أو ملء الفراغ، إنما الحرص على لعب دور أكبر في الحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها وتعزيز تنميتها. الكويت أول دولة عربية في الخليج تقيم العلاقات الدبلوماسية مع الصين، ومنذ تأسيس هذه العلاقات قبل 50 سنة ظلت العلاقات الصينية الكويتية تتطور بصورة سليمة ومستقرة، وتبادل الجانبان الفهم والدعم في القضايا المتعلقة بالمصالح الجوهرية والهموم الكبرى لبعضهما البعض. وفي مواجهة جائحة كوفيد-19 المفاجئة، تعاونت وتآزرت الصين والكويت بروح الفريق الواحد، حيث تبرع الجانب الكويتي بالمستلزمات الوقائية للجانب الصيني في الوقت الحاسم، بينما نظم الجانب الصيني خصيصا للجانب الكويتي العديد من الاجتماعات الافتراضية بين خبراء البلدين، وأرسل فريقا من الخبراء الطبيين إلى الكويت لدعم جهودها لمكافحة الجائحة. كما تعتبر الكويت أول دولة في منطقة غربي آسيا وشمال أفريقيا توقع وثائق التعاون لبناء الحزام والطريق مع الصين. وفي السنوات الأخيرة قام الجانبان بتعزيز المواءمة بين مبادرة الحزام والطريق ورؤية الكويت 2035، وحققا نتائج إيجابية للتعاون في مجالات البنية التحتية والاقتصاد والطاقة والاستثمار وغيرها. وردا على السؤال لماذا عادت من جديد الاتهامات الأمريكية والغربية للصين بشأن منشأ فيروس كورونا، أكد السفير الصيني أن الحكومة الصينية تدعم دوما تتبع منشأ فيروس كورونا بشكل علمي، لكننا نعارض تسييس جهود تتبع المنشأ، وانطلاقا من الإشارة علنية لفيروس كورونا بأنه فيروس ووهان حتى انسحابها من منظمة الصحة العالمية بشكل سافر في السنة الماضية، تحاول الولايات المتحدة منذ البداية تسييس الفيروس ووصم الصين به واستخدام تتبع منشأ الفيروس كأداة، حتى أنها تجاهلت العمل الجاد الذي يقوم به العلماء وقامت بإجراء ما يسمى بتتبع منشأ الفيروس من خلال أساليب استخباراتية، وروجت لنظرية تسرب الفيروس من مختبر في افتراض للذنب. وقال إن هدف الولايات المتحدة واضح، وهو إلقاء المسؤولية في فشلها في الاستجابة للجائحة على الصين وتشويه سمعتها واحتواء الصين وتضييقها.